السلام عليكم إخواني أخواتي. في هذا الفيديو سأقدم لكم هذا الجهاز الذي يمكننا من التحكم في شريط LED. في الجزء الأول سنقوم بفتح العلبة للتعرف على محتوياتها وكذلك للتعرف على الجهاز. في الجزء الثاني من هذا الفيديو سأقوم بتوضيح طريقة تركيب هذا الجهاز خطوة بخطوة، ذلك لتسهيل تركيب هذا الجهاز بطريقة صحيحة. هذا الجهاز يتوفر على عدة خصائص، من أهمها أنه يمكنك التحكم في قوة صوته والألوان، كما يمكنك اختيار أن يظل لون أحادي أو ألوان متغيرة، وفي هذه الحالة يمكن التحكم في السرعة وذلك عن طريق الرموت المتوفرة بالعلبة، وهذه الرموت يمكن التحكم بها إلى غاية 5 أمتار. في ظهر العلبة يقومون بتقديم هذه الخصائص التي قمت بذكرها مسبقا، وكذلك يقومون بشرح طريقة تركيب الجهاز. من بين الخصائص الجيدة بهذا الجهاز هو مؤشر الحماية IP86. بالنسبة للرقمين، يشير الرقم الأول أي الرقم 6 إلى مستوى حماية الجهاز من الغبار، بينما يشير الرقم الثاني إلى مستوى الحماية ضد الماء، مما يعني أن هذا الجهاز يقاوم الماء والغبار.
الآن وصلنا إلى الجزء المهم والخاص بكيفية تركيب شريط LED وكذلك الجهاز، ويجب التركيز على ما سأقوله لتفادي جميع المشاكل. فشريط LED يتوفر على 4 أسلاك، 2 منهما دورهما هو توصيل الكهرباء، أما الاثنان الآخران فدورهما هو التحكم عن طريق الريموت في السرعة والألوان والأشكال المتوفرة. عندما نريد قطع الشريط يجب أخذ المقاسات، ويجب الالتزام بالمكان المخصص لقطع الشريط كما سترون بالفيديو، عليه رسم المقص. وإذا قمتم بتقطيع الشريط من مكان آخر غير هذا المكان ستقومون بإتلاف الشريط. والآن بعد قطع الشريط يجب إقحام تلك القطعة التي تشبه الشوكة التي لديها 4 رؤوس، خصوصا الجزء الحاد منها في المكان المخصص لها كما ترون بالفيديو، ليقع التماس بين رؤوسها الأربعة وكذلك الأسلاك الأربعة بداخل الشريط. ويجب أن لا يقع أي تماس بين الأسلاك الأربعة لتفادي تخريب الشريط. وفي الأخير لن يتبقى لك سوى ربط الجهاز بشريط LED عن طريق تلك القطعة التي قمنا بتركيبها وتأكد أنها بمكانها الصحيح، وبعد ذلك ربط الجهاز بالتيار الكهربائي والاستمتاع بألوان شريط LED. ولا تنسى بطبيعة الحال بعد ربط الجهاز بالكهرباء الضغط على زر ON لكي يشغل الشريط. أتمنى أن أكون قد قدمت لكم الشرح الكامل، وإذا لديكم أي مشكل أو أسئلة لا تترددوا في طرحها، وسأقوم بالإجابة عليها في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. والسلام عليكم.